بمعدل محل مفتوح مقابل 5 مغلقة، وما تشهد شوارع عاصمة البلاد عشية عيد الفطر المبارك. والمفارقة أنه حتى محلات الألبسة والحلويات هي الأخرى أوصدت أبوابها في وجه زبائنها، رغم حاجة العديد من الناس إلى هذا النوع من السلع. كي يلحق المناسبة نتاع العيد وتكون فيها فترة طويلة نتاع راحة كيما هذه، راهي فيها 4 أيام تحت، فيها قريبة 4 أيام ولا 5 مع برومي ماي وبدا، الناس يروحوا للبلاد. إيه دول أخرين دوك راهم ماشي كيما حنايا، دول أخرين كي تجي كيما هنايا، هنايا نورمالمون ندير بلي إيه خاصة بالعيد. قال نقص باغ إكزومبل هذه كنا نبيعوا فيها ب 100,000، رانا درناها 80,000 بالمناسبة نتاع العيد وكذا، فهمت؟ كاين بروموسيون للشعب. بصح ما كاينش الغاشي، مع من تخدم؟ بيان سور دوك انت سمانه كامل ولا 10 أيام ما يخدموش ناس مغلوقه، هكذا ما انا ننظر، ما الشعب ينظر. الساعة تشير إلى 11 صباحا. هنا بساحة موريس أودان ودي دوش مراد الحركية قليلة جدا، والعديد من المحلات خارج مجال الخدمة، ولكل تبريراته. أثر على الاقتصاد صحي، أثر. كاين شي ناس، كاين الناس ما شعوش، كاين ما شعش الأولاد والحوايج، كاين كل واحد وكيفاه مسكين. نورمالمون دوكا تكون دعوة حية. إيه دقيقة بيان سور، دقيقة الأخرانية. كاين اللي ما إذا ما دخلوا له الدراهم، كاين اللي يدخلوا له، كاين اللي يفيروا له كيما نقولوا بالخميس. يجبد بالجمعة، السبت يبدا يقدم، الحد يبدا يقدم. هذا فيما يخص التجار، أما عن الموظفين فبعد يومي العيد لا حرج عند البعض في تمديد عطلته إلى الأسبوع المقبل، رغم أضرار ذلك على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس. شوف الدنيا ما كاين والو، سيرتو اليوم 1 مي، غدوة العيد. غير غدوز راح ندير بون، دونك ديجا البارح ما خدمتش انا السبت، زيد احسب اليوم برومي مي، غدوه العيد صافي 3 أيام هكذاك تاع الريح كيما نقولوا، غير غدوه مداك دوزيام الاربعاء والخميس، الجمعه والسبت، دونك ان سيومان. عباك كي يكون زعما كيما دوك العيد 2 و3، الاربعاء يحرقوها حتى نهار الحد، يقول لك انا عيان انا كدان. خلافا للعديد من عواصم العالم، أيام العيد وبعدها مواسم مميزة لانتعاش عواصمها وأنشطتها التجارية، أما في الجزائر فالأمر مختلف تماما، وهذه الأيام هي أيام ندرة وكسل وغيابات.